السلام عليكم، انا سفيان الريني من مدينة اسفي، كندير سيرفيس ميناج في النيتواياج، وكنخدم في المنازل هادشي ديال النظيف ديال التخمال هادشي ديال الديور والنيتواياج هادشي تاع الديور. الحمد لله. دابا انا الظروف ديالتي شويه صعيبه، كان عندي علم حسيت براسي. دابا انا تزوجت وعندي واحد الوليد وعندي المراه عندي وعندي الصير وعندي الكراو الحمد لله. فكرت انا بما ندير هذه الخدمه ديال المهنه ديال سيرفيس ميناج تاع النيتواياج، احسن ليا ما نمشي للشركات. الشركات عينا ما نمشي للشركات، كنقول لهم بغينا نخدمو، الله يرزق بخير، عندي وليد هادي، عندي الكراع عندي هادي، بغينا نخدمو. كيقول لك الساعه ما كاين والو. فكرت انا الحمد لله ندير هذا الصندوق، هادشي ديال الميناج، وكنتمنى من الناس اللي شافوني الحمد لله في هادشي ديال سيرفيس ميناج يتصلوا بيا الحمد لله ونولي ندير عندهم الميناج ان شاء الله. كنخدم معايا في المحل ديالي الاول، ودابا ملي درنا هذا المحل الجديد ما غلقوش محسن من سفيان، لان سفيان كيجيب البرودوي ديالو، كيجيب شغلو، ما كيعذبنا ما والو. عندو لي برودوي ديال الدجاج، برودوي ديال الارض، برودوي ديال الحيوط، برودوي ديال لينوكس، اي حاجه خاصه. عندو الشتاء ديال السوسان، ما كيدخل كيقضي شغلو، ما كتعذبو ما حتى شي حاجه. والخدمه ديالو 100 مره داز عندنا، لا داز عندنا بزاف، ولكن هو تبارك الله عليه بوحده. والحمد لله ملي كنسالي خدمتي كيقول لي الناس راه الله يعطيك الصحه، هادشي راه مزيان. الحمد لله، هو ملي كنخدم لواحد الشغل عنده في الدار ديالو، واحد كيشكرني لواحد حتى درت الحمد لله. دابا غادي وكندير للكليان، وكنتمنى من الناس ان شاء الله هادو اللي كيشوفوني عبر التلفازه ولا عبر هاد الموقع هاد ديال هادشي ديال سميتو يتصلوا بيا، باش ان شاء الله بغيت ندير الماتيريال ديالي ان شاء الله، وندير ان شاء الله شي تريبوطو ان شاء الله، باش يعيطوا يتصلوا بيا الناس، نخدم ان شاء الله، نجمع بليسان ان شاء الله، وندير شي تريبوطو، وندير شي ماتيريال ديالي، وباش نخدم معايا الناس اللي ما في حالهمش بحالي انا ما في حاليش، نخدم معايا شي ثلاثه الناس ولا اربعه الناس يخدموا معايا يشتغلوا معايا ان شاء الله. والحمد لله الزوجه ديالي انا ملي كنت خدام عند التريطور تعرفت عليها عند واحد السيده، وهي كتعرفني خدام عند التريطور كندير نيتواياج هادي، وعرفتني انا بما كنشتغل في هادشي ديال النيتواياج، ومن درت هاد العمل ديالي وهادشي ديال البرودوي ديال النيتواياج وداكشي، هي عارفاني قبل بكري، عارفاني كندير نيتواياج. والحمد لله انا كنشتغل معاها في الدار، كنعاونها وكنشتغل معاها، بحال مثلا كانت عندها شي حاجه اللي ما قادش عليها كنعاونها فيها انا الحمد لله، وكنيطوي معاها. بحال مثلا كانت شي ما قادش عليهم كنتكلف بهم انا، ولا كانت شي زربيه قاصحه عليها ما تقدش تصبنها كنصبنها انا ونهزها انا ونديها نشرها لها انا. والحمد لله انا اللي كنعاونها في حاجه اللي كانت صعيبه في النيتواياج كنعاونها انا، وانا الحمد لله انا ما عندي حتى شي فيه، انا الحمد لله عادي الحمد لله. خدمة هادشي ديال سيرفيس ميناج، وخات بحال المرأة بحال الراجل. دابا المرأة بحالها بحال الراجل، الخدمة اللي كدير المرأة كيديرها الراجل. دابا المرأة دابا يا ولا دابا عادي، دابا الحمد لله هادشي ديال المرأة راه ولات هي كتخرج تشتغل حتى هي في القهاوي، دير هذاك الشغل ديال الراجل كديرو بحال المرأة. انا درت الحمد لله الشغل ديالي بحال المرأة، هادشي عادي الحمد لله. بغانيش واحد كيتصل بيا كندير معاه الوقت ديالو، انت كنقول لي بحال مثلا عيطي في التليفون كيقول لي بغيتك دير لي واحد النيتواياج، كنقول لي من هنا واحد علمني من هنا ليومين ولا ثلاث ايام علمني، باش كنقيد النهار الاخر باش يتصل بيا شي واحد اخر ولا شي حاجه كيكون النهار ديالو كندير ليه عاوتاني. ملي كنخدم شعر دابا الحمد لله، دابا الناس تصلوا بيا وقالوا لي ناس جايين من اوروبا من برا، قال لي حنا ان شاء الله جايين وكندعي معاهم الله يجيبهم على خير ان شاء الله. بما حنا قالك راه عجبتينا وحنا ان شاء الله غادي نجيو ان شاء الله من برا، وغادي نتعاونوا معاك، وغادي نجيبوا لك شي ماتيريال معنا ديال النيتواياج. والحمد لله
كنحمد الله ونشكره وكنقول لهم كندعي معاهم الله يجزيهم بخير والله يجيبهم على خير. كنشوف بحال مثلا اتصال شي واحد اتصل بيا كيقول لي سفيان خويا الله يجزيك بخير عندي واحد بارطومون بغيت نقادها بغيت نديرها كان عندي شي صباغه ديالي كيقول لي خاصك تجي معايا تجي عندي باش نمشي انا وياك باش تشوفها. كنشوف الفيلا كي قداش واش كبيره ولا صغيره ولا المهم على حساب الخدمه اللي كانت غير صغيره كنخدم فيها بوحدي ولا شتا عاوتاني كبير عليا بزاف وداك الشيء فيه سميتو كنجيب معايا الاخت ديالي ولا شي واحد يعاونني وباش نقادو الحمد لله ونتفاهم انا وياه في التامه في البري. عندي ثلاثه كليان ديالي اللي كنعترف بهم فيكس هادو كيعيطوا عليا من ترواس ثلاثه سيمانات كيعيطوا عليا هادو مضمونين ثلاثه سيمانات كيعيطوا عليا من سيمانه لسيمانه كنمشي عندهم يعني 4 سيمانات كنمشي عندهم كل سيمانه كنمشي عند المنزل ديالي داروا على قبل ولدي وداروا على قبل مولدي الله يخليها ليا وخليها لجميع المتسلمين الله يخليهم والديهم وداروا على قبل العائله ديالتي حتى هي الله يحفظهم ويحفظ الوليدات ديالهم انا باش ان شاء الله بيت انا ان شاء الله ملي كبر ولدي ان شاء الله ويقاني في اللاج ديالي كبرت ان شاء الله يقاني الحمد لله مع الوقت درت شي شركه وشوف الحمد لله مخدم معايا الناس الفقراء اللي بحالي انا مخدمهم معايا داكشي ومعاونهم ان شاء الله. كنشكر الناس اللي داخل المغرب وخارج المغرب اللي تعرفوا عليا الناس قالوا كيعيطوا عليا في التليفون كيقول لي يا خويا سفيان كنشكرك بزاف بزاف من درتي هذا العمل ديالك وهاد الخدمه ديالك اللي درتي وهكا كنكونوا رجال الحمد لله وكنشكرهم بزاف بزاف من دعموني وانا الحمد لله دعموني مزيان على هاد الخدمة هادي والحمد لله ما عمرني ما فرطت فيها وكل الناس كنمشي نشتغل على الديور ديالهم والحمد لله ملي كنسالي خدمتي كيقولوا لي الناس راه الله يعطيك الصحة.